السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار في كل مكان. حلقة جديدة من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين. حلقة يوم الأربع الموافق 12 يوليو 2023 من الميلاد. حلقة الأربع بتبقى عارفين إنها حلقة دسمة، بيبقى عندنا مقدمة إخبارية إن شاء الله مليئة باللقطات والأخبار والأفكار الحلوة، وكمان عندنا الدرس الخصوصي حصة التاريخ الأسبوعية اللي بيقدمها لنا الأستاذ والمعلم والموجه والدكتور وسيم السيسي عن حضارة مصر العظيمة والقديمة. خلينا نبدأ مع حضراتكم ب طبعا عرفتوا وانبسطتوا بموضوع الأجازة صح؟ عرفتوا وانبسطتوا ماشي. ربنا يكتر من أجازاتكم، ربنا يكتر من أعيادكم، ربنا يكتر من أفراحكم، ربنا يسعد مصر دايما. بقى انا عارف انتوا هتزعلوا مني بس كتير كتير مفيش شعب بياخد كل هذا الكم من الاجازات. النهارده الحكومه اعلنت انه الاسبوع القادم، مش الويك اند ده اللي احنا داخلين عليه، الويك اند اللي بعده، في يومين اجازه غير يومين الويك اند. احنا عارفين ان الجمعه والسبت كده كده اجازه، لا الحلو بقى كمان معاهم ان الخميس اجازه رسميه بمناسبه الاحتفالات براس السنه الهجريه. كل سنة وحضراتكم طيبين والأمة العربية والإسلامية والمصرية والعالم كله بخير. ثم الحد اللي بعده على طول أجازة رسمية بمناسبة احتفالات مصر بأعياد ثورة 23 يوليو 1952. فبالتالي الأسبوع الجاي الكلام ده يوم 20 خميس 20 والجمعة 21 والسبت 22 أجازة والحد 23 كمان أجازة، يعني خميس جمعة سبت حد. هيسوا وزيطوا وسافروا وبلبطوا واعملوا اللي انتوا عاوزينه كله، وبعدين ما نتكلم بقى عن الشغل وساعات الشغل والعمل والانتاج ده بعدين ما نخلص الاجازه على رواقه كده. والحقيقه عندنا اسكت يا لساني بقى، اسكت يا لساني ماشي. هو احنا عندنا الصيف كله اجازه، ما خلونيش بقى اتكلم قوي يعني. احنا من الناس اللي الانتاجيه في الصيف بتقل. على فكره اللي انا بقوله ده مش رايي، مش اجتهادي، مش والله انا صحيت الصبح فكرت في كده، ده ارقام. الاحصاءات والارقام بتؤكد انه انتاجيتنا في الصيف اقل بكتير من انتاجيتنا في الشتاء، سواء على مستوى الانتاج الصناعي، الانتاج الزراعي، الانتاج اللي مش عارف ايه، بصفه عامه حتى ساعات العمل بالنسبه للموظفين في الصيف وايام الحضور والبتاع في الصيف اقل منها بكتير في الشتاء. الناس معظمهم بياخدوا او بيحوشوا اجازاتهم عشان ياخدوها في الصيف، اجازه السنه كلها يقول لك انا عايز اخدها على بعضها اسبوع او 10 ايام او اسبوعين واقضيهم في اسكندريه ولا راس البر ولا 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 مش عارف ايه ولا كده. فبصفه عامه شهور الصيف بعافيه شويه في الانتاج، فما بالك كمان بقى لما فيها اجازات رسميه فهتروقوا تحلاوا قوي يا حماده ماشي. طالما فيها انبساط وفيها فرحه وفيها تجمعات عائليه وفسح وبتاع، ربنا يهني كل واحد باجازته. بكرة القمة، بكرة القمة، هي صحيح اسمها قمة بس انا في رأيي انها خلاص فقدت كل عناصر اثارتها ومتعتها. بكرة لقاء الديربي الشهير الكلاسيكو المصري ما بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي في الجولة 31 من بطولة الدوري العام اللي اتحسمت. ايه هي اللي اتحسمت؟ البطولة الاسبوع اللي فات، وبهدية لطيفة من بيراميدز لما خسر من سيراميكا كليوباترا اهدى الدرع رسميا وحسابيا ورقميا للنادي الاهلي، بحيث انه اصبح الدرع رقم 43 اللي يخش دولاب بطولات النادي الاهلي. اللهم لا حسد وربنا يزيده ويبارك. لو كان بيراميدز كسب الاسبوع اللي فات كانت المباراه دي بتاعت بكره كانت ولعت وحلوت. ليه ولعت وحلوت؟ لانها هتبقى بالنسبه للاهلاويه هي مباراه حسم الدوري، ويا سلام لما حسب الدوري رسميا يجي على حساب المنافس التقليدي والغريم التقليدي الزمالك. وهتبقى ولعت وحلوت كمان للزملكاويه، يقول لك ليه نبوظ فرحه الاهلاويه وما نخليهمش يتوجوا بالبطوله ويحسموا البطوله في ماتشنا وعلى حسابنا، يعني كفايه ان هم كسبوا اللقب كمان ما يكسبوهوش في ماتشنا. لكن تشاء الاقدار ان كل ده ما يحصلش والبطوله تحسم، فبالتالي كان حد كده نزع فتيل الاثاره وبالتالي التعصب من هذه المباراة. نزع فتيل الإثارة وبالتالي التعصب. فاللي هيتعصب بكرة بصراحة يبقى ما عندوش دم. اللي هيتعصب بكرة بصراحة يبقى ما عندوش دم، وما عندوش حجة، وما عندوش مبرر، وما عندوش أي منطق في هذا التعصب. أنا قلت لكم امبارح إنه تحولت هذه المباراة إلى مباراة استعراضية ما بين القطبين في مصر.
ده رأيي، حد هيختلف معايا انتوا حرين، بس انا رأيي المتواضع ان المباراة تحولت الى مباراة استعراضية في فنون الكرة، مباراة بلا نتيجة حاسمة، نتيجتها تحصيل حاصل للفريقين، فبالتالي ورونا لعبكم وورونا متعتكم وورونا مهاراتكم وورونا فنكم واظهروا صورة حلوة للكرة المصرية يا لعيبة الاهلي ويا لعيبة الزمالك ويا جمهور الاهلي ويا جمهور الزمالك. موضوع سهل اهو، بكرة مين يكسب مين يخسر ولا فرقة، تفرق شوية في معنويات وطموحات والروح اللي مش عارف الايه، كل الكلام ده يعدي بعد 48 ساعة، هيحصل بكرة تحفيل من الفرقة اللي هتكسب ومن جمهورها على مدار 48 ساعة، بس التحفيل هيبقى على قد كده لان المباراة قيمتها قد كده. تخيل لو دي مباراة مصيرية انا اقول لك هنعيش عليها 3-4 اشهر تحفيل وكومنتات وبتاع، لكن المباراة هتتنسي اول ما تعدي لانه الفرقتين داخلين على ما هو اهم، على ما هو اهم. الزمالك مقبل على البطولة العربية اللي فيها اندية قوية جدا وفرصة للزمالك استعادة الامجاد القارية والعربية وبتاع عن طريق المنافسة بقوة في البطولة العربية، والاهلي داخل على معمعة بطولة افريقيا من جديد والسوبر الافريقي والاستعداد لكاس العالم للاندية، ليلة كبيرة. فبالتالي مش هنقعد كتير في موال مباراة القمة، مين كسب ومين حسمها ومين كذا، هتعدي بسرعة. فارجوكم للاعبين بلا عصبية، واوعوا بكرة تتخانقوا مع بعض، لان زي ما انا كنت بقول دلوقتي للجماهير ما عندكوش دم وما عندكوش حجة لو تعصبتوا وعملتوا شغب، بقول للاعبين كمان ما عندكوش لا دم ولا حجة لاي تعصب او اي عنف او اي اشتباك او اي خصومة او كذا، انتوا اخوات واصدقاء برا الملعب وجوه الملعب، وانتوا شركاء اساسيين في منتخب مصر القومي اللي بتحضروا المعسكرات وبتقعدوا تباتوا في نفس الغرف وتاكلوا من نفس الطبق وكذا وكذا، فبالتالي ما حدش يقول لي بقى اصل ده ديربي ايه؟ ما فيش لا ديربي ولا بيربي. مباراه بلا طعم ولا لون ولا رائحه، الا ان انتوا تعملوا لنا شو حلو. الا ان انتوا تعملوا لنا شو حلو. تورونا بكره حلاوه الكره المصريه في القطبين وهم بيمتعونا بمهاراتهم وفنياتهم واخلاقهم. هو ده المطلوب. عشان كده بقول لكم هي مباراه منزوعة العصبية، منزوعة الشغب، منزوعة الإثارة الزائدة عن الحد. اتفقنا؟ كلامي للاعبين وللجماهير. طيب بالنسبة للجماهير، عشان الناس اللي حابة تلتزم واللي هتروح بكرة واللي معاها التذاكر وقطعة، عايزة تعرف ايه المعايير، ايه الضوابط، ايه التوقيتات، ايه الابواب، ايه اللي مسموح وايه اللي مش مسموح. العميد محمود القاضي مسؤول المجموعة الإفريقية بوزارة الداخلية. مساء الخير يا فندم. أستاذ تامر مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. ازيك يا محمود بيه؟ إن شاء الله أكون بخير. الله يخليك. حضرتك متفق معايا قبل ما نخش في التفاصيل إنه المباراة بكرة فرصة لإظهار وجه حلو للكرة المصرية سواء من قبل اللاعبين أو الجماهير، لأنها يعني نتيجتها تحصيل حاصل، فبالتالي ما فيهاش عصبية ولا أي ميل للتعصب والشغب. اكيد طبعا مناسبة لعب مباراة النادي الاهلي والزمالك ده بيبقى موعد مهم كلاسيكو بتستناه كل الشعب المصري سواء المحب للكرة او حتى اللي مش محب، كل الناس بتتابع وعايزة تعرف ايه اللي حصل، وبتبقى مناسبة مهمة لكل المنظومة ان هي تظهر الوجه الحقيقي ليها وتظهر بالشكل اللي يليق بها، من اول اللاعبين للاجهزة الفنية للادارية للجماهير للمنظمين. فاحنا نتمنى ان تطلع المباراة في ابهى صورة وكله يلتزم بالروح الرياضية. الدوري خلص، النادي الاهلي كسب الدوري، الزمالك كان كسبان الدوري السنة اللي فاتت، ودي رياضة فيها مكسب وخسارة، مفيش أي مجال لتعصب. اللعيبة اللي بتلعب في الفريقين نصهم في المنتخب القومي وزمايل بره الملعب وجوه الملعب، فبعض المشجعين أو المتابعين بيبقى منفعلين وعندهم توتر زيادة وحماس زيادة. الموضوع أبسط من كده، كل الناس اللي في المنظومة الرياضية بره الملعب هم أصحاب وحبايب ومفيش أي حاجة، وبمجرد ما المباراة بتنتهي كل الناس بتبقى خارجة مع بعض ومفيش أي حاجة. فده أدهى إن إحنا أدعى إن إحنا نظهر زي ما حضرتك بتقول بالوجه الحضاري اللي يليق بسمعة الكرة المصرية ويليق بعراقة الفريقين النادي الأهلي والنادي الزمالك. ده كلام مظبوط. نبدأ بالإجراءات والمسموحات والممنوعات. أولا السعة المسموحة لكل جمهور
الحقيقه هو المباراه ضمن مباريات الدوري العام، يعني طبقا للائحه يعني لجنه رابطه الانديه، هي مباراه عاديه ب 6000 مشجع، 3000 لكل فريق زي اي مباراه في الدوري، ممتاز. ما فيش فيها اي حاجه زياده، مخصص للنادي الاهلي مدرج للدرجه الثالثه شمال، ومخصص لجماهير النادي الزمالك مدرج الدرجه الثالثه يمين. جماهير ممتاز. النادي الاهلي هتدخل من باب صلاح سالم ومنه الى المدرج مباشره، وجماهير نادي الزمالك هتدخل من باب طريق النصر اللي هو من جنب نادي الزهور، ايوه ومنه الى مدرج الدرجه الثالثه تمام. يمين. بالنسبه للمباراه هتبتدي ان شاء الله الساعه 8:30، هنبدأ نستقبل الجماهير على الأبواب اعتبارا من الساعة 4 العصر. يعني الجماهير المتابعة للكورة واللي بتحضر الكورة عارفين الممنوعات والمسموحات، بس لو حضرتك تسمح لي نعيد لا تاني ده من باب أرجو في التذكرة. الإعادة إفادة. نعيد من باب التذكرة، يعني طبعا ممنوع اصطحاب الشعلات الحرارية اللي هي الشماريخ، معروفة لدى الجماهير الكرة بالشماريخ، اي حاجة ممكن تحدث لهب، اي حاجة بتولع، ولاعات كبريت، اي حاجة من دي ممنوعة. المعلبات اللي ممكن تحفظ اطعمة او مشروبات دي ممنوعة، المعلبات سواء كانت معدنية او زجاجية زي الكنز، العصاير اللي هي في حاجات زجاجية، يعني ممنوع اصطحاب آلام الليزر، ممنوع اصطحاب اي ادوات ممكن تحدث الآلات شغب الحادة او طبعا. تحدث آلات حادة، عصاية، اي حاجة. طبعا كل الناس اللي بتحضر الماتشات، الشباب الجميل عارفين اللي بيجي عارفين. عارف الكلام ده وبقى حافظه كويس جدا، ولكن احنا بنأكد على مسامعهم ان ده ممنوع. الباور بانك، الشواحن والاسلاك الكهربائيه والهاند فري والحاجات اللي فيها اسلاك كهربائيه دي برضو ممنوعه. لو في اي لافتات او اعلام او تيشيرت يحمل عبارات مسيئه او لافتات مسيئه او مواد دعائيه، ده برضو ما بيدخلش المدرج تمام مع الجماهير. ممتاز. بالنسبه للسيدات والانسات بيبقوا على طول مصطحبين في الشنط بتاعتهم البرفيوم مزيل العرق، ده من ضمن الحاجات الممنوعه لان هو بيحدث لهب فممنوع دخوله. كويس. دي كده يعني بصفة عامة الحاجات الشهيرة اللي ممكن تتمنع، وإن كانت اللائحة بتاعت الممنوعات دي مش حاجة ثابتة، هو المبدأ العام لو في أي حاجة هتحدث ضرر سواء كانت للنفس أو للغير مفهوم إحنا بنمنعها، ولكن دي أشهر الحاجات اللي هي بتبقى ظاهرة لدى الجماهير. ممتاز. ونعيد تاني، الأبواب هتفتح الرابعة عصرا، تمام، جماهير فتح الأهلي الأبواب هتخش من الباب بتاع صلاح سالم صلاح سالم، وجماهير الزمالك هتخش من البوابة اللي عند طريق النصر جنب نادي المواجه ليه الزهور. الناحية التانية اللي هو طريق النصر من الشارع اللي ما بين النصب التذكاري ونادي الزهور. ونادي الزهور. ممتاز ممتاز. يعني احنا اتمينا كل الاستعداد وعملنا الخطط الخاصة لمراجعتها فأتم الاستعداد لاستقبال الجماهير، ومعانا العناصر النسائية والأدوات والأجهزة الخاصة بالتفتيش، وإن شاء الله مباراة يعني تخرج تليق بسمعة الكرة إن شاء المصرية، الله. وزي ما حضرتك بتشد على ايد الجماهير انا برضو بأكد على التزام بالروح الرياضية. مباراة عادية خالص، يعني بنتمنى انها تخرج في اطار من الود، ومفيش حاجة تخرجنا عن الطبيعي او المألوف سواء كان في الجماهير او أو في داخل اللاعبين. ارض الملعب. الحكم مصري، اللعيبه مصريين، احنا الدنيا كلها زي الفل، مفيش ما يدعي ان احنا حاجه تعكر الصفقه، إن شاء ده اللي الله انا بتمناه وبطلب منه يعني بطلب الجماهير ان هي تلتزم بيه. إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وأنا على ثقة إن شاء الله إن أنتوا هتقوموا بمهمة التأمين على خير وجه، وعلى ان شاء ثقة الله كمان بإذن الله في التزام ووعي الجماهير في إن هم هيقدموا صورة حلوة للمشجع المصري سواء أهلاوي أو زملكاوي. ويبقى بقى إن شاء الله الشو الحلو أو الكرنفال الحلو اللي هيقدمه لنا لعيبة الفريقين في أرض الملعب. أيا كان الفائز هنهنيه، والمهزوم هنقول له هارد لك، يعني هنطبطب عليه وهتعدي الدنيا بسهوله زي ما انا قلت لكم، لان المباراه اصبحت بلا قيمه، هي مجرد شو بس لمهارات وفنيات القطبين الكبيرين يعني. طيب وانا قلت لحضراتكم انه بكره عشان تبقوا برضو عارفين من دلوقتي، احنا بكره في قناه النهار وتحديدا برنامج اخر النهار عاملين لحضراتكم استوديو خاص. حلقة آخر النهار بدل ما بتبدأ في ميعادها كل يوم الساعة 8 هتبدأ بكرة الساعة 7، وهتستمر معاكم من 7 لحد بداية انطلاق المباراة الساعة 8:30.
هكون موجود مع حضراتكم، وهتكون معايا زميلتي كمان ولاء اللي بتقدم معايا الفقره كل خميس زي بكره اللي هي اوف سايد، وهيكون معايا كمان الكابتن امير هشام مذيعنا الرياضي الجميل اللي بيقدم برنامج بلس 90 او بعد 90 على شاشه النهار، وهنشترك مع بعض احنا الثلاثه في تقديم استوديو تحليلي رياضي لما قبل المباراه، ثم بعد المباراه هيكمل بقى الكابتن امير في برنامجه مع ضيوفه الجمال اللي بتشوفوهم على طول على شاشه النهار في تحليل نتيجه ما بعد المباراه، يعني بكره يوم رياضي بامتياز. طيب انا قلت لكم من شويه انه الا لعنه الله على التعصب وعلى الشغب وعلى العنف والكراهية أو اللي بيدعو إليهم، ألا لعنة الله على التعصب والعنف والكراهية أو من يدعو إليهم، لأن من يدعو إليهم كفاعلهم، من يدعو إليهم ومن يحرض عليهم كفاعلهم. القصة اللي حصلت بداية الأسبوع اللي فات وهي قيام مواطن في السويد بحرق المصحف الشريف القرآن الكريم، قصة الحقيقة أنا مرضتش أتكلم عنها وقتها. ليه؟ أولا لأن أنا ما بحبش أدي اللي ما يستاهلش أكتر من حقه، ما بحبش، ده مبدئي طول العمر إعلاميا يعني، ما بحبش أدي للي ما يستاهلش أكتر من حقه، لأن هو بيعمل كده علشان نتكلم عنه، وبيعمل كده عشان يبقى مصدر لجذب الانتباه، وبيعمل كده عشان يبقى بطل، وبيعمل كده علشان وعلشان وعلشان حاجات كتيرة قوي. فانا ما ساعدتش المجرم على انتشار جريمته، انا اتعلمت كده او مبدئي كده. يمكن بعض الاعلاميين يختلفوا معايا ويقول لك لا وازاي، واحنا كل واحد حر وكل شيخ وله طريقة في الاعلام، بس انا ما بساهمش على انتشار والترويج للشر او للجريمة او للكراهية او للعنف، ده مش دوري، والا ابقى مشارك فيه، ما دام انا ساهمت على انتشاره يبقى مساهم فيه. هتقولي لي يا تامر طب ما تجنناش، امال انت بتتكلم عنه ليه دلوقتي طالما؟ اقول لك لا، بتكلم عنه علشان اللي حصل امبارح والنهارده. بتكلم عنه عشان اللي حصل امبارح والنهارده. اللي حصل امبارح في السويد في نفس البلد في مدينه مالمو السويديه، ومدينه مالمو دي من واحده من اشهر المدن السويديه، حتى في مهرجان مالمو السينمائي ده واحد من اكبر واشهر المهرجانات السينمائيه في العالم. في مدينة مالمو السويدية وفي أكبر ميدان في مدينة مالمو السويدية تجمع الآلاف، تجمع الآلاف، وحوريكم دلوقتي الفيديو وحسمعكم الصوت، لأنه الحقيقة إذا كنت عايز يا أيها الموتور يا أيها الكاره يا أيها العنصري اللي عملت حركة إحراق المصحف، إذا كنت عايز تهين الاسلام فاللي حصل امبارح ده هو ابلغ رد. عنوانه اذا كنت قد حرقت نسخة من المصحف فهناك الملايين الذين يدافعون عنه. ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آيات ربنا وكلام ربنا المرسل الطاهر المحفوظ بيجلجل في سماء مالمو وفي سماء كل السويد ردا على الحادثة والواقعة الفردية المشينة اللي عملها أحد الموتورين. عشان كده انا كنت بقول لحضراتكم ما تدوش للشاذ اكبر من حجمه،
خد بالك الشاذ ده ملوش علاقه بالجنس، الشاذ ده اللي بيخرج عن المنطق والعقل وبيخرج عن ما اعترف عليه الناس وتالف عليه ان ده الصح والحق والخير والجمال. اي حد بيشذ عن كده يبقى شاذ، شاذ بقى فكريا، شاذ جنسيا، شاذ مش ايه، سموه كما تشاؤون. فعشان كده قلت لكم انه لا تعطوا لهذا الشاذ اكبر من حجمه، لانه هو الهدف انه يولع نار كبيره من شراره صغيره، يولع نار كبيره من شراره صغيره. الذكاء ان انت تطفي الشراره دي وهي لسه شراره، ما تستناش لحد ما تبقى نار، لان النار لما بتكبر بتحرق الكل. اسمعوا من اخوكم ووعوا هذا الكلام، النار لما بتكبر وبتكتر بتحرق الكل، وخصوصا نار الكراهية والعنف. ليها اول بس عمرك ما تعرف لها اخر، وتعرف مين اللي ولعها بس ما تعرفش مين اللي هيتكوي بيها. الكل بيتكوي بيها. انا هنا لا بتكلم عن اسلام ولا مسيحية ولا يهودية، لان في موتورين في كل الاديان سواء سماوية او غير سماوية، وفي شواذ في كل الاديان خارجين عن النسق وخارجين عن الفهم الصحيح للشريعة وللدين في كل الاديان السماوية اللي انزلها ربنا سبحانه وتعالى. التركيز معاهم هو اللي اولا بيعطيهم قيمة وبيعمل لهم دور، ده بخلاف بقى بعد كده مساعدتهم وايوائهم وتمويلهم وتسليحهم والبلاوي اللي بتعملها بعض الدول وبعض الاجهزة المخابراتية. لكن بصفة عامة احنا كمواطنين وكرأي عام وكسوشيال ميديا، اوعوا تكبر الصغير، اوعى تدي اهمية للهايف، اوعى تقدر الشاذ، اوعى، لانك هتبقى بتخدمه وبتعمل اللي انت عاوزه وبتروح بجرك لساحة معركته هو. انا انزلنا الذكرى وانا له لحافظون، انا انزلنا الذكرى وانا له لحافظون. اوعوا تخافوا على القرآن واوعوا تخافوا على الاسلام، دفعوا عنه دفعوا عنه لكن ما تخافوش عليه. والدين وربنا سبحانه وتعالى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن اللي هي المقدسات اللي عندنا في ديننا الاسلامي، ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم والقرآن المطهر الشريف، دول اكبر من ان يهانوا واكبر من ان يمسوا واقدس من ان يتم العبث معاهم او بيهم. فاذا تطاول احد فهو لا يهين الا نفسه، اذا تطاول احد فهو لا يهين الا نفسه. احنا بنطلع وبننتفض ونقول الا رسول الله والا الذات الالهية المقدسة والا قرآننا الكريم، ده حبا وكرامة، لكن في النهاية من يتطاول عليه لا يأتي بالرذيلة والعار الا على نفسه. اما ربنا سبحانه وتعالى فهو مقدس ورسولنا الكريم مطهر، وهذا قرآن محفوظ الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ارجوكم اهدوا ووجهوا جهودكم ونضالكم وكفاحكم ان ازاي نزيل الاحتقان والكراهية والتعصب من كل الاديان ومن كل العالم، وازاي تبقى بتحافظ على مقدساتك وتهين مقدساتي، وازاي تبقى بتدعو للحرية، حرية الاديان وحرية الجنس وحرية المثلية وحرية البلاوي السوداء اللي انت بتدعو اليها، وتيجي في النهاية تقمع حريتي انا وتقول مش من حقك تعتنق الافكار دي او الديانة دي او الشريعة دي. قمة الازدواجية وقمة التناقض وقمة الظلم. عشان كده انا بقول لكم اصحاب القضية الظالمة حتى لو كتروا وحتى لو انتشروا وحتى لو استمروا ليهم يوم وليهم نهاية، واصحاب القضية العادلة حتى لو صوتهم قليل دلوقتي وحتى لو حاسين بالظلم والمظلومية ليهم نهاية لهذه الظلم وبداية لفجر الحق. والرسول الكريم قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ ظهر الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. طيب، مكتبة الاسكندرية، مكتبة اسكندرية عاملة حاجة حلوة قوي الحقيقة، وانا مبسوط انه مكتبة اسكندرية بقى فيها رواج ونشاط
يخلي الناس مش بس المثقفين والكتاب والمدونين كذا اللي هم ليهم علاقه طول الوقت بالمكتبه. انا عايز مكتبه اسكندريه تبقى للجميع، عارفين زي المصطلح اللي بيقول لك الرياضه للجميع، كمان انا عايز مكتبه اسكندريه تبقى للجميع، لان هذه المناره الثقافيه الحضاريه الادبيه الفنيه الحقيقه كبيره قوي وعريقه قوي، ولازم نبقى اسهامها وتاثيرها مش بس على انها جزء من الماضي، ده لازم تكون جزء من الحاضر وتمهد كمان للمستقبل. عشان كده مهرجان او معرض الكتاب اللي موجود في مكتبه الاسكندريه فكره عظيمه ومبتكره، واتمنى انها تزيد وتكتر خلال الفتره القادمه، والمبادرات والانشطه والمهرجانات اللي زي دي تكتر جدا علشان توصيل الناس بالثقافه والفن عن طريق مناره الثقافه والفن. انا ده رايي، انه طول ما الناس بعيده عن الثقافه يبقى احنا عندنا مشكله. طول ما الناس تقول لك يا عم ماليش علاقه بالادب وماليش علاقه بالثقافه وماليش علاقه بالمكاتب والمكتبات ومش عارف ايه، يبقى احنا عندنا مشكله. لكن اول ما الجسور تتصل ما بين الناس وهذه الكيانات الثقافيه تبقى عارف ان انت ماشي على الطريق السليم. دكتور احمد زايد مدير مكتبه الاسكندريه، دكتور زايد مساء الخيرات وتحياتي يا فندم. اهلا، مساء الخير يا استاذ تامر، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك فن. ان شاء الله اكون بخير يا فندم. الحمد لله كله تمام، وانا بشكر حضرتك على انك بتتكلم عن الثقافة بهذا الكلام الجميل، لانه الثقافة هي اللي بتبني العقل وهي اللي بتبني الوجدان وهي اللي بتبني حتى المستقبل. الانسان عندما يبني الثقافة ويبني عقله بناء سليما ففي المستقبل يكون دائما يعني، والحياة بتبقى دائما في الامام ومفتوحة اكتر من اي حاجة تانية. احسنت يا دكتور، والحقيقة حضرتك متفق اكيد معايا انه الثقافة معمولة علشان تبقى للجميع وتصل للجميع، مش تبقى معزولة ما بين دوائر المثقفين فقط. لا صحيح، ما هو دي ثقافة المعزولة، دي ثقافة النخبة. أيوة. إنما ثقافة الشعب، ثقافة الجماهير، ولذلك احنا بنفهم الثقافة حتى بفهم عام جدا انها اسلوب للحياة وطرائق للحياة، فهذا الفهم بنستطيع ان احنا بنقول ان الشعب عنده ثقافة، بس احنا بنرتقي بهذه الثقافة وبنخلي هذه الثقافة تصبح ثقافة اقرب الى النموذج المدني الحديث من البشر، اللي يعني يبتعد عن التطرف ويبتعد عن الظلم. حضرتك كنت بتتكلم عن الظلم من شوية يعني كده، فيبتعد عن ويبقى دائما منفتح على العالم، يحترم الجميع، مخه قائم على التعددية وليس الأحادية. صحيح. مخه فيه قدر من التفكير النقدي، يرى الأشياء بعين فيها رؤية وفيها يعني ثاقبة تستطيع ان هي تميز بين الحق والباطل وبين الواجب وغير الواجب، يحدد لنفسه مسؤولية اجتماعية. صحيح والله، انا متفق مع حضرتك، ده يمكن سبحان الله الكلام ده موصول بالكلام انا كنت بقوله قبل كده عن العنف والكراهية، انه الثقافة والكتب والادب عندما تنير العقول ده اكبر حرب نشنها على الكراهيه والتعصب والجهل. ده صحيح صحيح، لانه انت لو بنيت العقل الثقافي في الاصل، العقل اللي بيتذوق الجمال ويفهم الادب ويفهم ويقرا الشعر ويعرف ان الحياه لم تؤسس على مبدا واحد ولم تؤسس بطريقه واحده، وانما كان فيها تعدديه، وساهم فيها الفلاسفه وساهم فيها المفكرين وساهم فيها الادباء وساهم فيها رجال الدين ايضا. مزبوط. وساهم فيها كل الاطياف، وانه ليس هناك من سبيل اي اتجاه معين هو الذي يسيطر على العقول وهو الذي يفرض عليها وصايا. يفرض أحسن. عليها وصايا. أحسن. طبعا أحسن. طبعا. طيب كلمني يا فندم عن فعاليات المعرض. اولا ده المعرض ال 18، وده له اهميه خاصه هذا العام، اولا في حجم الاقبال عليه، لانه احنا على ما افتتحنا المعرض خلال ساعه لقينا امام المعرض اكثر من 2000 واحد منتظرين الدخول يعني، وكان يعني اسر واطفال وحتى من جنسيات اخرى يعني، رايت بعض الناس العرب وبعض الناس من السودان الشقيق ويعني بعض الجنسيات غير المصريه، والمعرض فيه يعني استطاع السنه دي ان هو يستقطب اكبر عدد ممكن من الناشرين. احنا عندنا 76 ناشر من مصر ومن الدول العربيه. عندنا كمان برنامج ثقافي متميز جدا جدا في المعرض هذا العام، يعني حوالي 100 نشاط ثقافي. احنا دلوقتي بنتكلم وفي توقيع كتاب داخل المعرض يعني اول، وعندنا طبعا حضر معانا النهارده الاستاذ احمد عبد المعطي حجازي. أيوة. وحضر معانا افتتاح المعرض، وهو هيبدا بكره النشاط الثقافي بندوه عن عطائه الفكري
طبعا ده رمز من رموز الثقافه طبعًا المصريه طبعًا اللي يجب ان احنا نحتفي به. قيمه ادبيه وثقافيه كبيره. طبعا طبعا طبعا. وفي 100 نشاط ثقافي بقى ما بين يعني ندوات فكريه وثقافيه ومناقشه كتب وحوارات حول روايات وحول وامسيات شعريه صحيح ومناقشات يعني في ورش عمل حاجات عن التنميه البشريه، حاجات شغل مع الشباب والاطفال في اثناء المعرض اللي بيستمر لحوالي 15 يوم. والحقيقه ان التوقيت في منتهى الذكاء، لانه طبعا اسكندريه عامره باهلها وعامره كمان بالاف وملايين المصطفين دلوقتي. ده صحيح، لان بيدخل المكتبه اولا كل يوم في يومها الطبيعي حوالي 2000 زائر. فلما يدخلوا المعرض وكمان يدخل عليهم كمان 2003 من اهل اسكندريه و2003 كمان من المصطافين، احنا يبقى عندنا تقريبا حوالي 12000 كل يوم. احنا حسب بيانات المعرض السابق وكان 12 يوم فقط كان حوالي 120000، انا متوقع السنه دي هيوصلوا 200000. واحنا عندنا يعني برنامج بيستطيع ان هو يدينا اخر النهار عدد الناس اللي دخلوا المعرض، يعني من غير ما نعد ولا حاجه يعني. لا لو اخر النهار تعال لنا يا ريس. فلسه الساعه 10، احنا لسه قدامنا ساعتين عشان نقفل، يعني احنا لسه ما نزلنا في المعرض حتى الان. بسم الله ما شاء الله، حاجه ممتازه ورواج ثقافي وتظاهره ثقافيه عظيمه. نتمنى ان شاء الله انه حتى اكبر من العدد اللي حضرتك ذكرته يكون موجود، لان كل ده يعود برفع مستوى الثقافي للشعب المصري، وهو ده مفتاحنا لبكره يعني. طبعا ده صحيح صحيح. الثقافه هي الاداه الفعليه للمستقبل، او هي احد الادوات الاساسيه. احنا سياسه مهمه والاقتصاد مهم جدا، بس الثقافه ايضا هي اللي بتجعل السياسه والاقتصاد يندمجا وتجعل المستقبل صح. يبقى هي ملاط الحياه. لا والثقافه يعني كمان هي اللي بتهذب وحشيه السياسه والاقتصاد. طبعا طبعا، وهي اللي بتغير طبعا، هي اللي في الاقتصاد ثقافه وفي في السياسه ثقافه ايضا. نعم أحسن. نعم احسن صحيح. بحييك وبشكرك، وان شاء الله يبقى لنا لقاء قريب في المكتبه يا دكتور. ان شاء الله يا فندم، تنور يا فندم. شكرا جزيلا صحيح. شكرا جزيلا صحيح. شكرا استاذ دكتور احمد زايد مدير مكتبه الاسكندريه. طيب، ومن الاسكندريه بما ان الجو حر، وبكره وهيئه الارصاد قالت لنا ان بكره هتبدا موجه حر صعبه قوي، ومش عارف هتستمر كام اسبوع ولا اسبوعين بسبب منخفض الهند الموسمي اللي مش راضي يسيبنا في حالنا، ودرجات الحراره هتبدا في الارتفاع وتصل خلال كام يوم لذروتها كده حاجه 40. ربنا يلطف بينا ويعدي الايام اللي جايه على خير. فقلت بقى اخدكم من اسكندريه على ايه؟ على مرسى مطروح وتحديدا مدينه العلمين. انتوا عارفين الحقيقه ان انا من اشد الداعمين لفكره مدينه العلمين الجديده، لان انا كنت من اشد الرافضين زمان الى ان يبقى الساحل الشمالي في مصر مجرد مجموعه من القرى الساحليه الفاخره اللي اصحابها بيروحوها اسبوعين ثلاثه شهر شهر ونص في السنه وبعد كده بتقفل مقفوله. فلما بعد انطلاق الجمهورية الجديدة في عقب ثورة 2013 تم التفكير في مدينة العلمين الجديدة، كنت من السعداء جدا بهذه الفكرة ومتحمس ودامع ومشجع ليها مع كل طوبة جديدة بتتبني في مدينة العلمين الجديدة، لأن هذه البقعة الساحلية السياحية الثرية الجغرافية اللي في مصر تستحق أنها تبقى قبلة مصر السياحية خلال السنوات القادمة، وإن شاء الله ربنا يصدق على كلامي خلال الأيام والسنوات القادمة. لما يكون عندك جوهرة حلوة بقى زي العلمين يجب أن تستغلها بشكل جيد، ويجب أن تستثمرها تسويقيا وترويجيا، وهو ده اللي الدولة عملته من خلال إطلاق مهرجان العلمين اللي هتنطلق فعالياته بكرة الخميس 13 يوليو، وهيستمر على مدار 44 يوم لحد نهايات شهر أغسطس القادم، يعني في ذروة الصيف. على مدار الـ 44 يوم دول فعاليات ومهرجانات وحفلات وندوات ومباريات، كل الحاجات اللي اخرها ات باشهر النجوم المصريين والعرب والعالميين. كل الفعاليات اللي ممكن تجذب الناس في مصر والوطن العربي والعالم للنظر في الامكانيات اللي موجوده في العالمين، سواء سياحيه او ساحليه او خدمات او لوجيستكس او ما الى ذلك، هتبقى متوفره. عشان كده كل اجهزه الدوله مسخره امكانياتها لخدمه هذا المهرجان. وقبل ما اكلمكم كمان عن المهرجان واوديكم للتقرير اللي فيه تفاصيله، لازم احيي الفكره. احيي الفكره بروحين.
احيي الفكرة الاول انه احنا في امس الحاجة لمثل هذه الافكار والمهرجانات والمبادرات طول الوقت وعلى كل جواهرنا المصرية، مش بس العالمين، لا ده العالمين، وان شاء الله قريبا في الجلالة، وقريبا نروح العاصمة الادارية الجديدة، وقريبا على كذا، ان مصر مليانة، مصر مليانة، كل طوبة في مصر تستحق لها مهرجان، كل طوبة في مصر تستحق لها مهرجان. فانا بحيي الفكرة، لانه ما ينفعش يبقى عندي كنز وافضل محتفظ بيه لنفسي، لازم العالم كله يتفرج عليه ويجي بعد كده يتمتع بيه معايا. رقم اتنين، عايز احيي صاحب الاسم. المهرجان اسمه ايه؟ اسمه حلو قوي، اسمه العالم عالمين. تاخدها بقى انه عالمين ولا عالمين، في النهاية هذا السجع اللفظي فكرة حلوة، فيها كثير من الابداع، فيها كثير من الكرياتيفيتي، فبالتالي الشغل واضح انه متظبط كويس، وبكرة كلنا هنبدأ نشهد الفعاليات، وعشان تعرفوا كل تفصيلة كاميرا اخر النهار كانت موجودة في المؤتمر الصحفي اللي انعقد النهاردة للاعلان عن كل تفاصيل مهرجان العالم عالمين. تحت شعار العالم عالمين انعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان العالمين 2023 للإعلان عن انطلاق نسخته الأولى يوليو الجاري، والذي يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط. العالمين مدينة جديدة، العالمين مدينة مخططة على أحسن وجه، العالمين بتضاهي أحسن المدن اللي موجودة في المنطقة حوالينا أو موجودة في العالم، والعالمين مدينة جديدة اتعملت في 5 سنين، وده في حد ذاته إنجاز كبير جدا جدا بالشكل الكبير اللي انت شايفاه، وبالتالي احنا من دورنا ان احنا نحيي هذا الانجاز، من دورنا ان احنا نغطي هذا الانجاز، من دورنا ان احنا نعمل فعاليات سواء ثقافيه او رياضيه او فنيه، اوكي، نحيي بيه هذا الانجاز. احنا معانا مجموعه كبيره جدا من الشركات هي اللي بتقوم بتنظيم هذه الفعاليات معانا، يعني احنا مش لوحدنا بنقوم بتنظيم هذه الفعاليات. احنا بنفكر ان احنا يبقى عندنا مهرجانين، مهرجان في العالمين كل سنه، ومهرجان الاخر لسه بنفكر في طور التفكير ان احنا نعمله في القاهره. عندنا الانترناشنال فاشن شو، هيبقى الديزاينر مايكل سينكو اول مره هيجي مصر في العالمين في الفاشن شو، وعندنا بعديها حفله رامي عياش، وبعد كده 2 دايز كده عاملين سيلز ايفنت لكل الهاي اند براندز المصريين اللي موجودين. مهرجان العالمين يستهدف الترويج للفرص الاستثماريه المتنوعه لمدينه العالمين الجديده، ما يسهم في زياده معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل. التنميه دلوقتي ما عادتش تنمية مباني وخرسانات وبس، هي تنمية مدن عمرانية متكاملة فيها حياة، وإيفنت زي كده بيجيب الحياة للعالمين الجديدة اللي هي مشروع مصر القومي الأكبر في الفترة دي، واللي بيستغل حتة من أهم وأحلى الحتت في مصر. فكرة عبقرية، وجود السليبرتيز وإنفلونسرز يبقوا موجودين من العالم كله، وجود ناس كتير قوي، بنتي عاوزة توصلي رسالة إن بلدك حلوة قوي، الرياضة حلوة قوي، الناس دايما انتي وانتي ماسكة التليفون، احنا 105 مليون كلنا بنحب الرياضة، هتلاقي أي حاجة رياضة تقفي عندها. فالحتة الخاصة بينا وجود 4 فرق منافسات وفرق نار، يعني حسام غالي فرقته، حازم امام فرقته، احمد حسن فرقته، وانا معايا فرقه برضو قويه، فبالتالي ضرب نار، فبقول للناس تعالوا اتفرجوا وشجعوا وهتبسطوا جدا. والله انا شايف المدينه كلها مبهره جدا، حاجه يعني فعلا الواحد يفتخر بيها. انا من ساعه ما دخلت المدينه فعلا انا اول مره اجي، فكان بالنسبه لي ان انا اجي واشوف هذا التطور في الفتره القليله اللي اتعملت فيها دي حاجه مبهره جدا. النهارده ان احنا نشوف بقى المدينه بهذا الشكل من تجهيز لانها تستقبل هذا الكم من الاحداث، احداث فنيه واحداث ثقافيه. اللوكيشنز والاستعدادات، احنا عندنا سباقات بتتم على الاسفلت، وسباقات تانية بتكون في مناطق صحراويه او جبليه، الرالي وال4 باي 4. فعندنا الارينا، عندنا مكان تاني اسفلت جوه العالمين، وعندنا 4 باي 4 تشالنج في منطقه صحراويه في الظهير الغربي للعالمين. يذكر ان مهرجان العالمين سيعقد في الفتره من 13 من يوليو الجاري وحتى 26 من اغسطس المقبل، ويضم عددا من النشاطات بين الرياضه والثقافه والفن، كما يضم المهرجان نخبه من اهم المتخصصين في الفن والرياضه بصفتهم الشخصيه والرسميه لتكريم افضل المبدعين في العالم.
النهارده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اطار التصريحات اللي اعلنها اعلن عن ان الحكومه خلاص بصدد اصدار التراخيص لحاجه الحقيقه ما اكذبش عليك وانا بحب جدا 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 الحاجه اللي ما بفهمش فيها واللي ما اعرفهاش اول ان انا ما بفهمش فيها ما اعرفهاش اتساقا مع من قال لا اعلم فقد افتى. اعلن انه البنك المركزي هيصدر تراخيص بتاعه البنوك الرقميه. اصدار تراخيص عشان يبقى فيه بنوك رقميه في مصر. رغم ان انا مش فاهم يعني ايه بنوك رقميه بس انا حاسس انها حاجه حلوه. يعني عارف لما احسك من جواك كده ان في حاجه حلوه هتحصل بس ما تعرفش ايه حلاوتها وهتمشي ازاي وهتشتغل ازاي لكن انا حاسس انها حلوه. فعشان ما افتيش على حضراتكم خلونا نذهب الى مستشارنا الاقتصادي دكتور عبد المنعم السيد اللي ممكن يشرح لنا فكره البنوك الرقميه. دكتور عبد المنعم مساء الخيرات. مساء النور يا فندم واهلا بحضرتك. اهلا وسهلا ان شاء الله اكون بخير يا فندم. الحمد لله. ماذا تعني البنوك الرقميه؟ طيب هرجع خطوه للخلف كده واقول لحضرتك انه كان عندنا قانون رقم 194 لسنه 2020 ده قانون البنك المركزي المصري. حلو. كان في احد البنود بتاعته قال والله انه هيسمح باقامه او انشاء الموافقه على انشاءات خاصه بالبنوك الرقميه. ايه البنوك الرقميه؟ هي بنوك بيتم التعامل فيها بدون وجود اشخاص، يعني مكان مبسط كده مكان في مجموعه من الاجهزه في الكمبيوتر اقدر ادخل في اي وقت ما عنديش بقى فوق الجمعه ما عنديش مشكله في يوم السبت اتعامل بكل التعاملات البنكيه. انا بتعامل في البنك بايه؟ يا اما عمليه ايداع يا اما عمليه سحب يا اما عمليه تحويل يا اما عمليه اجراءات مثلا عايز اخلصها خاصه بصحه توقيع وما الى ذلك. تمام. البنك او الفرع ده يتم فتحه وحتى لو عايز احصل على قرض من هذا البنك بس اكون شركه صغيره متوسطه استطيع ان انا اتعامل مع هذا البنك. طب احنا متهيألي يا فندم كان عندنا احد البنوك عنده فرع اللي بيسموه مميكن ده. هو يمكن في بنكين حكوميين هم يمكن فتحوا فروع مميكنه. أيوة. بالشكل ده بس هيكون بقى النوع مش عمليه سحب وداع فقط لا كل الخدمات البنكيه. وهيكون الاشتراط بتاعنا ان يكون راس المال ما يقلش عن 2 مليار جنيه. راس المال البنك ده او الفرع ده ما يقلش عن 2 مليار جنيه. البنك اللي عايز يشترك في رخصه البنوك الرقميه لازم يبقى راس ماله 2 مليون جنيه. 2 مليار بالزبط. جنيه بالظبط. ولو انا كبنك عايز ادي تعاملات او ادي قرض او تمويل للشركات الكبرى يكون راس مالي ما يقلش عن 4 مليار جنيه. تمام. طب الهدف منه ايه؟ الهدف منه ده خطوه لتدعيم ما يطلق عليه الشمول المالي وان انا اقلل التعامل النقدي. يمكن احنا ساعات بنيجي مثلا في الاعياد بيبقى في زحمه على البنوك شويه اسحب شويه سيوله 10,000 20,000 50,000 احطهم في البيت عشان ايه؟ تحسبا لان البنوك هتبقى واخده اجازه. تمام. او مثلا جمعه وسبت لا والله مثلا زي الاسبوع القادم او القادم هيكون فيه 4 ايام اجازه اللي هو الخميس ولغايه يوم الاحد. صح 20 ل 23 لا انا بدل ما بقى سحبت كاش وحطيته عشان اقدر اتعامل واصرف لا انا اقدر البنك ده بخش في اي مكان اتعامل فيه بعمليه سحب ايام الاجازات ايام الجمعه ايام الوقت اي وقت خارج مصر اعمل تحويل لفرع تاني. تمام. لشخص داخل مصر لشركه يعني كافة المعاملات البنكية اللي أنا بعملها مع البنوك العادية دلوقتي هتتحول إلى الفروع الرقمية المميكنة للبنوك اللي هتاخد الرخصة دي من البنك المركزي. بالضبط صحيح. طبعا زي ما قلت لحضرتك هو ده نوع من أنواع التطور اللي هو الخدمات التكنولوجية الخدمات المالية التكنولوجية. له علاقة يا فندم بالشمول المالي حاجة تفضلت بيه وكمان له علاقة بالرقمنة اللي احنا الدولة كلها ماشية في سكتها. صحيح. اللي هو الشمول المالي والرقمنه ان انا خلاص كل التعاملات تبقى يعني اونلاين. أيوة. ما تبقاش فكره ان انا معايا سيوله او معايا شنطه فيها فلوس واتحرك بيها. صح. في اي جهة. او التعامل المباشر مع موظف. بالظبط. بس كنا نامل انه لو في بنوك اجنبيه داخل الارض المصريه عايزه تفتح فروع لهذا البنك يكون راس ماله بالدولار او بالعمله الاجنبيه. ليه؟ هيسهل ليا ان يكون الاحتياطي النقدي عندي زاد وهيكون على الاقل وفرت حصيله دولاريه داخل البنك المركزي. وانا مش عارف الحقيقه دي اللي حضرتك بتفضل بطرحها دي موجوده في الاشتراطات بتاعه البنك المركزي ولا لا؟ بس لو مش موجوده ضمن الاشتراطات التي تم الافصاح عنها اليوم ان يكون 2 مليار جنيه مصري وفي حاله ان انا همول شركات كبرى
بقوت كبيره 4 يعني مليار 4 مليار مصري برضه، لكن فما جابش سيره يعني خالص الدولار او العملات الاجنبيه. يعني مثلا بنك تبع دوله الامارات، لا والله يخش يدفع يكون راس ماله بالعمله الاجنبيه، لان راس فكره حلوه فكره حلوه فعلا داخل البنك المركزي، وهو اساسا مش هيعاني لان هو بنك اجنبي عملته اساسا يا اما بالدرهم يا اما بالدولار يا اما باليورو بالظبط، فبالتالي احنا هنطلب منه ان هو سيولته يجيبها هنا بس عشان تبقى راس ماله بالظبط. وده طبعا وفقا في حاجه اسمها اتفاقيات بازل واحد واثنين وثلاثه، فده برضه يبقى من ضمن الشروطات، ويبقى انا دعمت الاحتياطي داخل البنك المركزي، واحد وسائل ان انا ازود الحصيله الدولاريه داخل الدوله المصريه. دي فكره كويسه جدا جدا، وانا بضم صوتي لصوت حضرتك في اهدائها دلوقتي لاصدقائنا في البنك المركزي ان هم يعيدوا النظر في القصه دي، ان البنوك الاجنبيه اللي عايزه تدخل ضمن نشاط البنوك الرقميه يبقى راس مالها مودع بالعملات الاجنبيه. صحيح، بس في الاخر هي فكره متميزه جدا طبعا، ده بتمشي مع التطور التكنولوجي على مستوى العالم. هيقدر هذا البنك او التعامل، احنا عندنا برضو اشكاليه، احنا طبعا البنوك عندنا او الدوله كلها جمعه وسبت اجازه، والخارج مصر السبت والحد اجازه، فبيبقى عندنا حوالي 3 ايام عطله، او في التعاملات البنكيه الخارجيه بتبقى متوقفه، سواء كان بسبب عطله عندنا او عطله في الخارج. لا دلوقتي مش هيبقى في عطله خالص ان شاء الله، ولا يبقى في عطله ولا يبقى في عطله بالظبط، يبقى انا عندي حركات تجاريه وتبادل للاموال على مستوى دولي ومستوى عالمي بشكل افضل وبسهوله افضل، وحققت كل الاهداف اللي انا طالبها كدوله مصريه، وكذلك مشيت مع التكنولوجيا العالميه وقللت استخدامات الكاش داخل الدوله. يبقى انا كده زي ما اقوله كده ضربت اكتر من عصفور بحجر واحد. قللت التعامل النقدي. احسنت يا دكتور، دعم التكنولوجيا وما الى ذلك. وصلت الرئاسه، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا دكتور عبد النعيم السيد، ولا حرمنا الله من استشاراتك الاقتصاديه. طيب هنروح لهذا التقرير، سيبحكم هذا التقرير، ان وزارة البيئة في مصر تعلن عن اطلاق اول منتدى للاستثمار البيئي. فكرة حلوة، وواضح ان احنا خلال هذه السنة بنشتغل طول الوقت بافكار ومبادرات جديدة اوت اوف ذا بوكس او خارج الصندوق كده، مما يبشر انه الحمد لله في فكر مختلف بتدار بيه الدولة والحكومة المصرية هذه الايام. هنروح لهذا التقرير منه للفاصل، وبعد الفاصل حصة التاريخ وسيم السيسي. ملف البيئة تغير في العالم كله من حولنا، وأصبح ملف ذو اهتمام خاص، ويركز أكثر على كيفية الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وربط البيئة بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية. لذلك أكدت وزيرة البيئة على حرص الدولة على عقد أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي آخر الشهر الجاري، وإتاحة فرصة في السياحة البيئية والمخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم، وإطلاق أول منصة إلكترونية للقطاع الخاص للمشاركة في موضوعات البيئة والمناخ، معربة عن سعادتها بمشاركة القطاع الخاص في المنتدى للخروج بأفكار للجناح المصري خلال COP28 بدولة الإمارات، وأنه تم وضع 4 أهداف لملف البيئة، مثل البعد الأول فيها الحد من التلوث وهو مسؤولية وزارة البيئة والحكومة، ومثال ذلك التعاون مع وزارة البترول في القضاء على التلوث الصناعي بخليج السويس بمشاركة القطاع الخاص باستثمارات بلغت 7 مليار جنيه من خلال 3 سنوات للقضاء على التلوث. كما مثل البعد الثاني الموارد الطبيعية، وتم تجسيدها عن طريق تطوير المحميات الطبيعية، كما كان القطاع الخاص شريك رئيسي فيها. ورحبت الوزيرة بالتعاون مع جمعية تشابتر زيرو في مجال رفع الوعي للشباب ورواد الأعمال من خلال تقديم الدعم الفني في طرح موضوعات للنقاش والاستفادة من قاعدة البيانات التي كونتها الوزارة في موضوعات وقضايا عدة كمرجعية لرفع الوعي، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات وكيفية تحقيق آليات مشاركة القطاع الخاص. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن النشء باعتباره الأمل في خلق جيل واعي بأهمية البيئة وكيفية الحفاظ عليها ومواجهة التحديات البيئية، لذا تعاونت وزارة البيئة مع وزارة التربية والتعليم منذ 3 سنوات في إعداد أول منهج دراسي للمدارس الحكومية لدمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع والاستدامة البيئية بطريقة مبسطة للطلاب من سن 7 سنوات إلى 15 عاما. كما يتم العمل بالتعاون
بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات على أول منهج جامعي يتم إدراجه في تخصصات جامعية مختلفة ودعم مبادرات الطلاب والجامعات. وأوضحت وزيرة البيئة أن فكرة برنامج التحكم في التلوث الصناعي الذي بدأته وزارة البيئة منذ سنوات عدة بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية لدعم الشركات والمصانع على تحقيق فكرة التوافق البيئي من خلال إتاحة قروض ميسرة بفائدة منخفضة للشركات لتنفيذ خطط التوافق البيئي، مشيرة بإمكانية تكرار التجربة لدعم قطاع البناء والتشييد للتحول للمباني الخضراء المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية لتقديم الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا المجال. ومن هنا يمكن أن ندعم مساهمة قطاع التشييد والبناء في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة المعنية بخفض الانبعاثات. ولفتت وزيرة البيئة إلى أن إقامة أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في مصر في نهاية الشهر الجاري تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي وإقناع القطاع الخاص بأهمية المشاركة في هذا المجال. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. حصه التاريخ الاسبوعيه، استاذنا الدكتور وسيم السيسي شرف ونور مكانه. اهلا وسهلا دكتور. اهلا بيك، شكرا جزيلا. زي الصحه ان شاء الله تكون بخير. اهلا بيك. اهلا وسهلا. قبل ما نخش في موضوعنا، حضرتك دردشت معايا دلوقتي في الفاصل عن استماع حضرتك للكلام اللي انا كنت بتكلم عليه في فكره نبذ العنف والكراهيه والتعصب والحقد ما بين الأديان وما بين المجتمعات وما بين الألوان وما بين كذا، وإزاي ننشر فكرة الحب. فحضرتك عندك فكرة نبقى نتكلم عنها إن شاء الله لاحقا. إن شاء الله. الفكرة إن هي يعني فيش حاجة تنجح بدون الحب. وإزاي إن أنا باخد يعني تجربة ورمز من المادة نفسها ما لم الحب يجمعها ما بين نواة الذرة وإلكتروناتها اللي احنا مسميها جاذبية، ما هي حب، وما بين الشمس وكواكبها، ما هي حب. فإذا ما كناش ناخد درس من الجماد، سيبك يعني ده يعني ده لما تدخل الإنسان وخلق حالة تعصب وكراهية في مكونات الذرة اللي هو الانشطار النووي وخلى الذرة تكره مكوناتها، دمر هيروشيما ونجازيك. نجازاكي صحيح، بالانشطار النووي بالكراهية. ايوه صح. بس في ناس، سلام العالم قائم على الحب. في ناس بتؤصل، انا مش عايز افتح قوي في الموضوع بس هو موضوع مهم طبعا. طبعا. في ناس بتؤصل يقول لك لا، اصل الانسان مبني على الكراهيه. انت مش فاكر قابيل وهابيل الاخين اللي كان بينهم كراهيه، فبالتالي اصل الانسان مبني على الكراهيه. ده في لا هو في كتب، في كتب لا الكراهيه كده. دخلت عليه نتيجه الغيره لما وجد ان اخوه كذا وبتاع وحاجات، انما لا، انما لما نزعوا الحب من قلوبهم حصل كده، حصل كده. انما مفهوم مفهوم. طيب نرجع نبدا الحصه. نبدا الحصه. الاسبوع اللي فات احنا فتحنا موضوع مهم جدا وهو الاسماء. ايوه، الاسماء القديمه. وحضرتك تفضلت الاسبوع اللي فات وكانت حلقه ممتعه الحقيقه، وكل الناس على مواقع التواصل أشادوا بالكلام الثري اللي حضرتك قلته عن أسماء مصر القديمة والمسميات اللي كانت بتطلق زمان سواء على مصر أو على أرض مصر ووصوفها وألقابها ومصطلحاتها. النهاردة هنكمل قصة الأسماء، وحضرتك هتقول لنا بقى على الأسماء اللي موجودة بينا دلوقتي. أنا بقول إن مجرد ما أن أنا أذكر اسم مثلا زي أبو صير وهقول إن جاي منين، بعد ما خلص الناس هتنساه. إنما لما أذكر أبو صير ومعها أحداث خاصة بيها، دي اللي تثبت المعلومة، لأن الناس دايما تحب الأحداث وتحب الحكايات. صح. فإنما ده ما يمنعش من الأول إنما أقول أبو صير، إنما هي جاءت من كلمة بير أوزير، يعني بيت أوزريس أو أوزير، الاسم المصري القديم بتاعها أوزير. بير معناها بيت، بيت او بو ازير، وبو هنا معناها مكان ازير. اوكي. فاذا ازير المقدس المعبود كان هذا المقر بتاعه في ابو صير. تمام. وكان ممكن في اي مكان اخر، يعني احنا عندنا مثلا كذا ابو صير، يعني عندنا ابو صير مريوط على سبيل المثال 47 كيلومتر
غرب شمال الاسكندريه. تمام. فده ما يمنعش ان اوزوريس نفسه له معابد في اكثر من مكان. كويس. انما ابو سير، احنا بنتكلم على ابو سير المشهور المذكوره اللي بتاعه تبع محافظه بني سويف. أيوه. دي اهميتها ايه؟ اهميتها لحدثين في ذهني انا. الحدث الاول اللي هو بورخارت. بورخارت ده كان ايجيبتولوجيست، عالم مصريات الماني. جاء سنه 1902 وقاعد يعمل دراسات وحفريات في ابو صير لغايه 1908. كويس. وبعد كده انتقل الى تل العمارنة، والحظ العظيم لاقاه هناك براس نفرتيتي. فخباها، ولما جاء عند التسليم كان نائبا عن مصر راجل فرنساوي اسمه لوفيفرا، فقال له دي راس اميره مجهوله الهويه ومن الجبس وملهاش اهميه وبتاع. الجميل ان لوفيفرا نفسه الفرنساوي سجل وقال انا ما شفتش هذه الراس التي يقول عنها بورخارت العالم الالماني دهون انها راس مجهوله الهويه، وده اللي ادى لمصر الحق بعد كده انها تطالب براس نفرتيتي مره واثنين وثلاثه. لان ده متسجله في الاوراق ان ما اتشافتش وانها خرجت بخديعه. مفهوم. فده بورخارت ده اللي هو بتاع راس نفرتيتي بدا حفرياته ودراساته منذ 1902 في ابو صير اللي هي بتاعت تبع بني سويف. الحاجه الثانيه كمان اللي بتسعدني قوي بالنسبه لابو صير الملق، لان الاسم بتاعها كده، ان سنه 2017 يعني من حوالي ست سنين فاتت او خمس سنين فاتت، ماكس بلانك انستيتيوت، وده انستيتيوت او معهد كبير قوي ومهم قوي في المانيا، الرئيس بتاعه اسمه سافانتي بابو، خد نوبل برايز سنه 22. وعنده اثنين من العلماء الشطار قوي، واحد اسمه يوهانس كراوس والتاني اسمه وولف جانج هاك، قعدوا جابوا مومياوات من ابو صير الملق. ايوه. وقعدوا يدرسوها كويس من 1300 قبل الميلاد ل 600 بعد الميلاد، يبقى ادي 1900 سنه تقريبا. فطلعوا بحاجتين من اخطر ما يمكن. المومياوات بتاعت ابو صير الملق هي نفسها الات بتاعت هؤلاء الاجداد هي موجوده في الاحفاد. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان لغايه 600 ميلاديه ليس هناك عرق اسود في الجينات المصريه. فالجماعه بتوع افرو سنتريك اللي بيقولوا احنا اللي بنينا الحضاره. ايوه. طب الحضاره المصريه وال 30 اسره دول انتهوا 300 قبل الميلاد. صحيح. ده احنا لغاية 600 بعد الميلاد مفيش. ظهرت على حياء بعد كده هون، وهم نفسهم الماكس بلانك انستيتيوت يقول انها بسبب سليف تريد او تجارة العبيد او التجارة البينية بين افريقيا ومصر. بس. فاذا البحث بتاع الجماعة الالمان دول يسعدني كثيرا، لانه رد عملي وجيني على هؤلاء الناس اللي هم بيقولوا احنا اللي بنينا الحضاره. صحيح. دي وبتاع. صحيح صحيح. ودي بيسموها حتى في علم النفس اسوسيشن اوف ثوتس او تداعي المعاني. تسمع ابو صير تقوم تجيب لك بوخارت من ناحيه وماكس بلانك من ناحيه و و و تداعي المعاني. تداعي المعاني ده في علم النفس. مظبوط مظبوط. صحيح. تداعي المعاني دي انا بحبها قوي، خصوصا لما اقعد اسمع اغنيه. يعني انا لسه كنت بسمع اغنيه لمحمد عبد الوهاب، وبعدين في حته كده بيقول فيها يا حبيبي اكلما ضمنا للهوى مكان اشعلوا النار حولنا فغدونا لها دخان، بتاعه الاخطل الصغير. فعلى طول دي جابت في ذهني النظريه بتاعه ديريك لما جاب البوزيترون ومع الالكترون فالاثنين اشتعلوا وتحولوا الى جاما رايز، فكأن البوزيترون بيقول الإلكترون يا حبيبي أكلما ضمنا للهوى مكان أشعلوا النار حولنا فأصبحنا لها جمع رئيس أصبحنا لها دخان. دي تداعي المعاني. يعني بص، واحد فينا يسمع أغنية عبد الوهاب وهو قاعد يتمزج والدكتور يترجمها
ترجمها معادلات ده نوع من نوع من المزاج برضه طبعا كل واحد ومزاجه بس مزاج حضرتك يعني ربنا يكرمك بيه ده عظيم ربنا يخليك مزاج علمي بحثي على ارفع طراز ممتاز طيب نكمل نيجي بقى لبلد تانيه بعد كده اللي هي ابيدوس 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 دي في جنوب سوهاج ودي يعني اصلا اسمها بالمصر القديم ابيجو او ابيجو جم اليونانيين وخلوها ابيدو ابيدو وبعد كده حطوا لها السين اللي هم متعودين عليهم دايما يحطوها دي فبقت ابيدوس وظل الاسم بتاعها بعد تصحيفه الى اليونانيه ابيدو بدل ابيجو وهي بقت ابيدوس دي كانت ابيدوس عاصمه مصر من قبل الاسرات يعني قبل الاسرات كانت دنيا مره نتكلم عنها يعني حضاره المعادي وحدوته كبيره معادي كان لها حضاره كبيره قوي المعادي بتاعتنا بتاعتنا ده هي حضاره المعادي ده بيقولوا عليها حي جديد معادي لا 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 حضاره المعادي دي حضاره كبيره قوي يعني وبرضه في الصعيد فالمهم ان ابيدوس كانت هي العاصمه الموجوده وكانت الحج يعني الناس كانت تحج ليها وكان النيل عاملين منه فرع يطلع عليها على طول على ابيدوس عشان الناس تيجي من كافه انحاء مصر يعني شمالا وجنوبا وللحج ولما كان حد يموت كان يدفن في ابيدوس وكانت كبيره قوي يعني حتى لغايه دلوقتي احد اسمائها العرابه المدفونه والدكتور عبد الحليم نور الدين يقول ان كلمه عرابه هي كلمه مصريه قديمه اللي هي جايه من اللي هو را بر را بر بقت عرابه طب ايه را دي را اللي هي رع وبر اللي هو بيت يعني بيت رع اله رع فتحولت الى عرابه انما هي اصلا را بر اللي هي مغول مفهوم ف ابيدوس الحج كان والحج كلمه مصريه قديمه بالمناسبه دي يحط عليها از يعني المتجه الى لان حج كلمه مصريه معناها النور او الضياء وحط عليها از تبقى حج از او حجاز يعني المتجه الى النور ومتجه الى الله. الضياء الله يعني كلمه الحجاز اللي احنا بنقولها دلوقتي كلمتين مصريتين قديمتين الحج والحجاز المتجه الى النور والضياء از وحتى از دخلت في العربيه يجتاز اجتاز از حتى يحطها في القواميس بتاعت ألان جارنر ساقين ويكتب تحتها المتجه الى اللي رايح الى تمام وحج يعني النور فيبقى رايح للنور فحجاز الله كلمتين الله مصريتين قديمتين وهي دي كانت وكانوا زمان بيحجوا الى ابيدوس الى ابيدوس وكانت الكعبه بتاعت المصريين بس ما كانتش تتسمى كعبه كانت تسمى كعبه دخلت في الانجليزيه بقت كيوب ودخلت في العربيه بقت كعبه صح انما هي اصلا كعبه في المصريه القديمه المصريه القديمه اسمها كعبه التي يحج اليها التي يحج اليها اللي بقت كعبه اللي هي ده مفهوم واللي هي اوزريس او ادريس او ادريس زي ما بنقولها اللي هي طبعا كانوا يحجون اليه وطبعا عشان المأساة اللي حصلت له ان اخوه قطعوا حتت ازاي الناس لازم الناس تعرف الحكاوي دي عن منطقه ناس كتير قوي يقول لك ابيدوس ولا يعرف بتعمل ولا ايه ولا بتروح فين ولا بتيجي ايه ده مكان ثري يعني كفايه ان هو كان قبله الحجيج زمان قبل الحجة. الاديان وقبل القصه دي كلها انما بقى برضو ابيدوس ده هي اعظم معبدين هناك واحد لسيتي الاول والتاني لابنه رمسيس الثاني التاني اللي هو بقى بيتهموه حبايبنا بان هو فرعون الخروج فرعون الخروج ده عاش لغايه 96 سنه هم لا حبايبنا ولا نعرفهم يعني ما فيعني ف وسيتي مين بقى اللي مقدر قدره قوي يعني على فكره مين امير الشعراء يقول ايه احمد شوقي بيتكلم على فتره كانت مصر اللي هي بتاعت الهكسوس مش هكسوس واتى الدهر تائبا بعظيم من عظيم اباؤه وعظماؤه اللي هو رمسيس الثاني من سيتي الاول من كرمسيس في الملوك حديثا ولرمسيس الملوك فداؤه بايعته القلوب في صلب سيتي
يوم أن شاقها إليه الرجاء. الله. يوم أن اشتاقت إلى الرجاء. يعني طب اشرح للناس يعني ايه بقى بايعته الناس وفي صلب سيتي. بايعته القلوب. في وهو لسه ما اتولدش في صلب سيتي او هو لسه في صلب ابيه. بايعته القلوب في صلب سيتي. بص البلاغه والادب والشعر الحلاوه. يوم ان شاقها يعني اشتاق اليها الرجاء، الرجاء الناس في واحد زي رمسيس الثاني يجي. فجيب صلب سيتي. واتى الدهر تائبا بعظيم من عظيم اباؤه عظماء، من كرمسيس في الملوك حديثا ولرمسيس الملوك فداء. بايعته القلوب في صلب سيتي يوم ان شاقها اليه الرجاء. لا دي عايزه فاصل، دي عايزه فاصل عشان نستمخ وتخش وتنخشش. فاصل ونرجع نكمل، مش الحصه بقى، نس المتعه مع الدكتور وسيم السيسي. اهلا وسهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل، واتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بالعبقريه اللي قالها لنا الدكتور وسيم فيما يتعلق بموهبه امير الشعراء احمد شوقي في صياغه المعاني والبلاغه. بس جت في دماغي حاجه في الفاصل، انه امير الشعراء طبعا معروف بعبقريته الشعريه والادبيه والموهبه الفائقه في نظم الشعر والكلام والصور الجماليه والبلاغيه، بس جت في دماغي دلوقتي ان عمره ما كان يعرف يكتب الكلام ده كمان يا دكتور، الا لو كان باحث وقارئ كويس قوي في حضاره مصر القديمه عشان يبقى عارف ملك مين ابن مين والوقت ساعتها عامل ازاي. فالقصه مش بس موهبه شعريه، دي ثقافه وقراءه واطلاع. طبعا طبعا، ما هي ده، هو له قصيده اسمها كبار الحوادث في وادي النيل. جايب من اول الاسره الاولى لغايه التاريخ الحديث. ولو مسرحيه هو كمان ينفرد، ما فيش شاعر عمل مسرحيه شعريه اللي عملها امير الشعراء. وبرضه اللي يدل على دراسته مسرح كليوباترا. مسرح كليوباترا ده دارس تاريخ تاريخ والشعارات، الحاجات الجميله زي لما حبت الانتحار كليوباترا، وبعدين بيقول لها يا انوبيس، يعني حاول يثنيها، وبعدين تقول له ايوطأ بالمناسم الاحذيه تاج مصر وثم تشار في مفرقيه. الله. لانه كانوا عاوزين ياخدوها روما يذلوها. صح. بعد كده فرفضت واثرت ان تموت من ان تزل ويذل تاج مصر بعد ذلك. فبتسأله فبتقول له لما بصت بقى في السله اللي جايبها لها فاكهه وفيها الكوبرا تعبانه، قالت له افاعي نحيها بحق ازيس من كل شر. ازاي؟ هل هناك يا ابي عاقل يقتني ما يضر؟ ازاي انت جايب الحاجات دي؟ قال لها اتيت بهن لعلم السموم، ولي في هذا العلم نظر، وداوي بها او بترياقها محب الحياه او المنتحر. الله 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 الله. لا تاني، معلش تاني يا دكتور. هي بتقول له ازاي تجيب افاعي، وازاي انت عارف الحاجات دي، وازاي واحد عاقل يقتني حاجه تضر بالشكل ده. فهو بيرد عليها بيقول لها اتيت بهن الافاعي دي لعلم السموم، ولي في هذا العلم نظر، وداوي بها الافاعي او بترياقها، ترياق السم. السم محب الحياه او المنتحر، اللي اتلسع او اتلدغ وعاوز اشفيه اديله الترياق، واللي عاوز ينتحر اديله الافعى، اديله السم. وماذا عن لدغتها يا ابي؟ له من مات بها لا يحس لدغه كمن مات في النوم. لا، ما معناه يعني بدون ألم. اي الم. يا سلام. أيوة. يا سلام. لا ده خطير امير الشعراء يعني. يا سلام. كنت بتكلم على ابيدوس، في حاجه بقى حادثه ناس انا ادعو الناس، بس ادعو الناس والله اللي عايز يتذوق جمال الحضاره المصريه القديمه والتاريخ وكمان الشعر، يجيب مسرحية مسرح كليوباترا ويقراها لأمير الشعراء أحمد شوقي. روعة. حاجة حاجة سمعته يعني قليل من كثير. إبداع ما حصلش ما حصلش. اتفضل نرجع لأبيدوس. لأبيدوس بقى هناك واحدة مدفونة اسمها دوروثي إيدي، دي بريطانية اتولدت في بريطانيا. أربع سنين وقعت على السلم وغمى عليها، جابوا الدكتور
قال دي ماتت، انا هرجع اجيب الاوراق عشان اطلع الاوراق الدفن. راح يجيب الورق، رجع لقاها صحيت. انما صحيت حاجه تانية، انا فين؟ ده مش مكاني، دي ما انتوا مين؟ انا 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 في مكان تاني. انا وابتدت بقى تقول كلام اعتقدوا انها هلوسه نتيجه الغيبوبه او الموت المؤقت اللي هي مرت فيه. المهم باختصار شديد للقصه دهيا، راح في البريطاني قالت دول اهلي، انا بحبهم، انا عايشه هنا، انا عارفه المكان ده، انا مش عارف ايه. جابوا لها مدرس في الهيرو بالهيرو يدرسها هيروغليفي لانها عاوزه تتعلم، هي اللي بتعلمه. ايه ده؟ قصه مشهوره ومعروفه، والجامعه الامريكيه هنا بتحتفل بيها كل سنه، وسليم حسن له قصه كبيره معاها كانت بتعلمهم هيروغليفي لما جت هنا مصر، لانها قابلت واحد مصري بيعلم اللغه الانجليزيه هناك فاحبته وتزوجته وجت هنا مصر وحملت منه وجابت ابن سمته سيتي، واصبح هي اسمها ام سيتي، واصبحت عضوه في الاكسبلوريشن سوسايتي اللي هي المجتمع الخاص بالاستكشافات، وياما ساعدت ناس كثيرين جدا من علماء الاثار عندنا، منهم حتى سليم حسن صاحب الموسوعه الكبيره ده هي. الله الله الله. وراحت هناك بقى ابيدوس، ده المكان اللي كانت فيه، وكان بيجي لها كاهن يقول لها الحدوته بتاعتها بقى ايه حكايتها بقى الست ده هي او البنت ده هي، انها مولوده في مصر اساسا وانها كانت الاب فقير فوداها وهي طفله للمعبد بتاع ابيدوس ده هو، فكبرت وبقى عندها 12 13 سنه، فخيروها يا اما لانها وهي جميله جدا انها يا اما تسيب المعبد يا اما تترهبن وتبقى راهبه في هذا المعبد على طول. فاصبحت راهبه في هذا المعبد، ولما وصلت لسن 14 15 كانت هي التي تقوم بالمسرحيه الثانويه التي تعقد كل سنه اللي هي مسرح اوزوريس، وتقوم بدور ايزيس اللي بتلم اشلاء اوزوريس من 14 مكان وكانت المسرحيه دي يحضرها سيتي الاول وكل الوزراء وكل ظهرت عليها اعراض حمل. القصه بتاعتها اللي الكاهن قالها لها ايه اللي حصل، مش عاوزه تتكلم، تعذيب شديد وفي الاخر اعترفت انه سيتي الاول ان هو اتصل بها في الحديقه والاخر. فاصبح كهنه المعبد في حرق شديد جدا، لا قادرين يواجهوا الملك ولا قادرين يعملوا لها اي حاجه صح. فكان الحل انها تنتحر. فانتحرت دوروثي ايدي، او كان اسمها طبعا حاجه تانية قبل كده هون، ولما وقعت على السلم وماتت وصحيت، صحيت على تقمصتها روح البنت وكانت اسمها بن رشيد او بيت رشيد الاسم ده هو يعني. فالمهم انها البنت ده هي دي القصه بتاعتها، وكانت بقى بتعلم الناس في معبد ابيدوس ده هو، وما تدخلهمش الا تقلعهم الجزم على اساس ان ده مكان مقدس. وحتى يحكى عنها ان مره من المرات قالوا لها كان في مكان هنا وهي مغمضه، قالت لهم في المكان الفلاني، تذكرته من قصه كبيره قوي يعني كتاب ضخم عليها كده. ولما قابلت الدكتور ميسره حكى لي عنها حكايات رهيبه جدا، الله دكتور الله ميسره الله. عبد الله حسين هو استاذ في الاثار يعني قال لي دي طبعا. قال لي دي حدوته كبيره قوي بتاع دوروثي ايدي. المؤسف بقى انها كانت بتشفي بالطب المصري القديم، ولما حضرتها الوفاه حبوا يدفنوها، المسيحيين ما رضوش يدفنوها في المقابر بتاعتهم لانها كانت العقيده المصريه، وكانت بتروح تحج للهرم والاخر. الهرم بالمناسبه دي الناس بتحج له كل سنه، اللي هم جماعه اسمها الروزي كروشن، عددهم 15 مليون كل سنه بيجوا. المهم هي كانت هناك والطقوس والاخر، المقابر المسلمين ما رضوش برضه يدفنوها، ففي دير كده هو او معبد او ايه، وما رضوش حتى كانت هي نفسها تدفن في ابيدوس نفسها برضه وزارة الآثار رفضت. المهم دفنت هناك في مكان ومكتوب عليه المقبرة بتاعت دوروثي ايدي أو أم سيتي،
ولغايه النهارده في كتاب كبير قوي، والجامعه الامريكيه بتحتفل كل سنه بام سيتي اللي هي رينكارنيشن او تقمص الارواح بعد الحادثه اللي حصلت لها سن 4 سنين. يعني يا نهار ابيض، كان نفسي اكلمك النهارده عن اهناسيا وعن اخميم، بس هنخليهم لا، ده اذا كان ابي دوس لوحدها بالمنظر ده اهناسيا واخميم ممكن ياخدوا 3 ايام كمان. اهناسيا حدوته كبيره كمان كمان يعني. لا هنأجلها ان شاء الله. احد الاماكن السته بتاعه المدارس السحريه، وكانت تتمتع بالمدرسه السحريه اللي هي تفسير الاحلام، وكان عندهم البيت اذا احترق يبقى ده خراب البيت، مركب وبعدت عن البيت يبقى معناه في طلاق هيحدث، بقرات سمان معناه الفيضان هيجي 7 سنين، بقرات 7 عجاف يبقى الفيضان مش هيجي 7 سنين. فكانت دي مدرسة من ضمن 6 مدارس يعني، كانت في مدرسة إهناسيا. دي تفسير أحلام. مدرسة مثلا زايس اللي هي صار حجر، دي كانت التعابين التعبان الكبير اللي كانت التعابين الصغيره. لا دي قصه طويله. مثلا مدرسه ثانيه اللي هي هليوبوليس، اللي هي يذبح الطور ويذبح الاوزه ويعيدها مره ثانيه. مدرسه ايزيس بقى علاج الابرص واحياء الموتى. عندك مدرسه امون اللي هي الاستخاره، واستخاره كلمه جاءت كلمه مصريه من سخر يعني يستشير. والمدرسه الاخيره اللي هي بتاعه بتاح اللي هي الاخفاء الخفاء والاستخفاء، يعني زي استخبى وزي يخفى. خلاص والنبي يا دكتور، ده كده جرعه. ايه ده كده جرعه في الوريد. الايام القادمه والايام دايما بتحمل لنا الجميل من علمك ومن متعتك كمان في الحكاوي وفي العلم. شكرا شكرا جزيلا. طب كده المره الجايه هنتكلم عن الحب نتكلم، ولا نتكلم عن اخميم؟ خلينا نتكلم عن الحب عشان الموضوع ده مهم جدا يعني. المره الجايه نتكلم عن الحب، نتكلم عن الحب واللي بعدين نكمل تاني اخميم واهناسيا، لان قدامنا بلاد كتيره قوي. طبعا على كل بلد لها قصص وقصص قد كده. شرفتني نورتني يا دكتور، وربنا يحرمنا ابدا من علمك ومن ادبك وذوقك. شكرا دكتور، تحياتي.